الزول في اللون اللي تميز ما الزول المقرن. مرحبا اسون اسا الاربعاء 5 جويي 2023، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا عديتوا اليوم جورني. كما شفتوا هذا لا مانيفيستاسيون دارت واحد النهار كي قتلوا هذيك شيماء الله ربي يرحمها، ومن بعد شيما كانوا فيها اغتيالات واغتيالات واغتيالات نتاع النساء. واليوم كما راح نتكلموا على المرأة الجزائرية اللي مازالت تعاني وتعاني بزاف بزاف من اقتلات من اضطهاد. من المرأة اليوم الجزائرية راهي تعاني بزاف بزاف، وهذا على بالي بلي الكلام راح نقوله ماهوش راح يعجب بزاف الناس. الله يسهل عليكم اللي ما يعجبوش الحال، اللي كيما قال واحد ما يتفرجش لاشين تاعي، واللي كيما قال واحد يسب ولا يدير ولا منا كيما قال واحد كون لا كارافان باس لي شيان ابوا. اللي يحب يمد رايو وي الانسان اللي يقول باللي انت تحب تطلع النساء على الرجال اللي يقول على روحه. انا جو سوي ميليتون دو لا فام، انا نحب لي دروا دو لا فام، انا نحب لا فام تضل عندها لي ميم دروا كو لوم. ها واش نحب ما ننساش دو بارتاجي افيك فو مون كافي. نقول لكم صحه القهوه النون، الناس اللي راهي قاعده تشرب في القهوه دركا تقريبا هي باسكو 17 صحة لكم صحة قهوتكم. الوغ إليا 3 جور دو سا، إليا 3 جور دو سا فقدنا ثاني اون اوتر فام في ولاية العريزان. هاد المرأة هذي راجلها ما على بالناش على واش، وأنا نقول لكم الحق أنا ما نبررش الاغتيال، ما نبررش الاغتيال. علاش؟ ما كانش حاجة تبرر العنف، ما كانش حاجة يا أخينا. إنسان حنا نقولوا اليوم ما عجبكش يا خويا هالمرأة هذه، خويا طلقها سيتو، ماهيش تاعك هذه باش تروح. أنت قال بيكزومبل أنا عندي البريكي هذه ما عجبتنيش نكسرها، هذه بريكي تاعي. مي المرأة تاعك، المرأة اللي زوجت بها ماهيش تاعك، هذه مرأة جات باش تقعد معاك في الدار ديرها في فوايي. ما عجبكش الحال خويا خليها تروح، هذا واش نجم ندير لها؟ ما تفهمش انت وياها يا خويا، كيما جبتها نهار اليوم كيما تروح. واش تقول لك المراه هذه؟ اسكو اختك؟ اسكو امك؟ حتى امك ولا اختك ما عندكش دخل فيها. اختك كي طلع ماجور ما عندكش دخل فيها، ميم تكون مينور نورمالمون ما عندكش دخل فيك فيها. باباك هو اللي يتكلم عليها يتكلم معها، وباباها بالعقل بلا شي عنف ينعتلها. هذه هي واش نعرفوا حنايا في لافامي. مي حنا دركا الانسان الجزائري كي يروح يزوج بمراه هو ويمضي في العقد هذاك، هو يحسب بلي وشراها اليوم كي ما وليتيش بنت فلان اكي وليتي مرت فلان، هي ومن بعد مرتك يا خويا حتى هي تقول لك راجلي. بصح يا اخي كي هي كي انت اللي ما شاف بلي ما هالمراه هذه ولا هالراجل هذا ما عجبنيش واش ندير؟ كان عداله اذا كانوا دي فامي يتلاقاو قال اخويا نفريوها كيما نهار الاول كيما اليوم، ما كان حتى مشكل، كل واحد يروح في حاله ونبي نصلين عليه. هذا واش نعرف انايا؟ مي ما نعرفش انايا. قال اخويا راهي دارت لي ودارت لي ولا لقيتها التليفون ولا لقيتها تهضر مع واحد ولا لقيتها يقتلها. مي سي نابورت كوا، سي نابورت كوا. دونك على هذه هنا نطلبوا من السلطات باش تراعي حق المراه، خاطرش المراه راهي مظلومه، المراه راهي في الجزائر تعاني وتعاني بزاف. قلت لكم عندها 3 ايام واحد في غاليزان جبد كلاش، جبد كلاش اللي عطاتها الدولة ولا ضر كلاش في وقت الإرهاب. الدولة عطاتو الكلاش هذا لواش؟ باش يحارب به الإرهاب. عطاتو الكلاش باش يدافع على روحو، مي ما عطاتكش كلاش باش تروح تقتل به امرأة. سامحلي سامحلي، يكون عنده يكون ضرك الكلاش هذا كي في وقت التسعينات ولا هذا. بالي أنا ما نظنش كان الدولة تخلي له الكلاش دركا مادام ني بلو كيما قال واحد ماهوش في خرج دوكا من الامن، ما نظنش كان تخلي له كلاش. حتى اذا تعطي له ام بي ا بوتيتر افيك اوتوريزاسيون، اذا راهو مناسي ولا راهو مي تخلي له كلاش ما نظنش، ولا بوتيتر راهو يدير راتيساج مع الامن. خاطرش دوكا الامن كي يخرج يدير راتيساج في الجبال ومنها يديو معاهم الناس اللي عندهم عقد معاهم. مي عطاته لك باش تدافع بها على روحك يا اخي، عطاتك مش دافع بها روحك انت، عطاتو لك باش تخدم بها بالسلاح هذا. مي باش تدورو ضد المرأة نتاعك، وزاد كاس واحدة أخرى جارتها
راهي في الكوما مسكينه ما عندهاش خبر عليها، ومن بعد يدور السلاح اللي هو يقتل روحه. انت حبيت تقتل روحك هذيك حاجتك، هذيك الله يسهل عليك، انت واتر بروبليم، حبيت تقتل روحك اقتل روحك الله يسهل عليك. مي المراه تاعك ما عندكش حق باش تضربها ولا تمسها ولا هذا كل. كيفاه يكون كيفاه يكون؟ انا بزاف النساء اللي بعثوا لي رسائل، وبزاف النساء اللي اتصلوا بيا والمعنفات وروح وروح. وش نقول لكم؟ وش نقول لكم؟ حتى الامن ما عنده ما يدير لكم، الامن ما عنده ما يدير لكم. دو مومون كاين قوانين اللي ضدكم، كاينه قوانين ضدكم. وعلاش هاد النساء خرجوا؟ هذوك خرجوا غير كيما هذه الشيمه هذه. هو نورمالمون النساء ديما يخرجوا، ونورمالمون النساء نتاع الجزائر يبويكوتيو لو 8 مارس. ما عادش هذوك تاع 8 مارس راحوا تاكلوا الكاطو، ما تجيش تمسخر بينا يا اخي. ما ناكلش الكاطو نتاعك، حكموا عندك الكاطو نتاعك. اوكي الكاطو نتاعك من 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 ما نحبوش انا. جيت جيب لي 8 مارس، انا جيت تكلحني انا بدي فلوخ وتكلحني انا بالكاطو، وتصوروا وتصوروا وديروا فيديوهات باش الناس من ومنا في الخارج والامم المتحده ونتاع دغوا دلوم ومنا يقولوا الحاله لاباس في الجزائر يا سيدي. هاك من ساعة اليوم مدار لهم العيد نتاعهم يا سيدي، هاك تشوف كيف هذا كل يسمى تراب في العينين. ولا تراب في العينين هذا ما نشتيش، نقول لكم الحق انا ما نشتيش هذا الشيء. هذا لازم السلطات نتاعنا لازم لهم يعاودوا القوانين نتاع المرأة الجزائرية. المرأة الجزائرية اللي ما زالت مينور لشتا في عمرها 120 سنة تبقى مينور، وهذه نورمالمون ينحيوها. هذا اللي يقول لك حنايا بزنس وبالدين، ربي قال وما نعرف واش العصمة عند الراجل. أنا ما نعرف حتى عصمة، أنا ما نعرف حتى عصمة. هذه عصمة المرأة 50% الراجل 50%، ما عنديش أنا هذه العصمة هذه. ولا تصوروا يا ناس، في حكيتها لكم ونزيد نحكي لكم. امراه راجلها راح ما على باليش جو سي با وين راح، حرق ولا مات ولا جو سي با، ما عندهاش. اي بيان عيطت انا لاداس قلت لهم شوفوا المراه هذه سيدي سبحان الله. قال لك ولها تجينا، كي رحت لهم واش قالوا لها؟ لازم يجي راجل. كي قلت لهم انا من هو راجلي هذا؟ راجلي راح ما عنديش منين نجيبو. اي بيان ما نقدروش نعاونوك. سبحان الله، كي المراه عاودت عيطت لي وقالت لي وديها واش يقولوا لي، انا وليت عيط لاداس، هضرت مع لاسيستون سوسيال. يا مدام كيفاه المراه هذه تخليوها تضيع بالشر بولادها وكيفاش؟ يا اخي قالت لي انا مادام الراجل ما جاش ما نقدرش. يا بنتي راجل راح، كي الراجل كان جا لهنا ولا حاجه كان يجي الراجل، بصح الراجل ما كانش، بقات هي ولادها راهي ما عندها والو. يا اخي ما نعطوها والو. سبحان الله، قلت لي شنو نعطيها والو؟ الحق يعني تقلقت وبتنا. قالت لي بكلمه هذه لاسيستون سوسيال وغلبتني غلبتني. قالت لي يا اخي انت تعيط عليا انا علاش؟ روح عيط على الناس اللي داروا القوانين هذو. قلت له عيط عيط على جماعه البرلمان، وعيط على الحكومه، وعيط على الناس اللي داروا القوانين هذو، عيط عليهم هما. انا راني قاعد نطبق في القانون والقانون يقول لي ما تمدش المراه بلا شي راجل. وقلت له كيفاه دير؟ قالت لي تروح للمحكمه طلقوا وتجيب لنا الطلاق. وكي يجيب لهم الطلاق واش حيعطيو لها؟ واش حيعطيو لها؟ شويه عدس، شويه لوبيا، كما كان هذا مكان، هذه هي واش راه كاين. دونك لازم القوانين يتغيروا. بصح باش الدوله تغير لكم القوانين يا نساء راكم تسمعوا فيا، وراكم قادرين اي وحده، اي وحده فيكم، حتى النساء اللي لاباس عليهم واللي مع رجالتهم متفاهمين ونطلبوهم ان شاء الله يكملوا كيما هكا. بصح ويجي النهار اللي تلقاو روحكم انتم ثاني في الزقاق، وفي هذه اللحظه هذه نهضر معاكم نسى بزاف اللي راهم في الزقاق، انسى بزاف اللي راهم في الشارع طيشوهم رجالتهم وما عندهمش وين يروحوا وراهم في الشارع. هذا هو اللي حبينا حنايا، النساء ما لازمهمش يسكتوا، لازمهم ديما يديروا دي مانيفيستاسيون، يخرجوا يعيطوا يديروا باش تسمع لهم الدوله الحكومه تسمع لهم، ويسمعوا لهم الناس في البرلمان وباش يديروا دي لوا اللي تحمي المراه، اللي تحمي المراه. انا في نهضر معاكم درك، مراه ما عندهاش والديها، ما عندها لا راجلها، ما عندها اسمحوا لي
اسمحوا لي اسمحوا لي باردون والله ساعات ننسى حتى واش كنت نقول. والله اسمحوا لي. قلتنا كنا نهضروا على المراه. قلت لكم المراه اليوم مينور. اليوم المراه مينور. وكي تقول لهم يا ولدي وما يصلحش هذا، كيفاه المراه في عمرها 30 سنه ها ولا 40 سنه ولا 50 سنه ولا 60 سنه ولا 70 سنه وتقول لي كي تحب تروح دير حاجه يقول لها روحي جيبي ولي امرك. كي تقول لهم ما يصلحش هذه، تروح جيب ولي امرها كي تظهر في عمرها 14 سنه، كي تظهر في عمرها 15 سنه، كيف كي تظهر في عمرها 16 سنه، كيف تظهر في عمرها 17 سنه، كيف تظهر في عمرها 18، مسح الفوق وروح المراه ماجور، بقاش جيب ولي امرها. وولات وهذه الهضره هذه هضروها فرونس 24 ان شان فرونسيز اللي جات عندنا هنا في الجزائر، وقالت هذا الشيء هذا وراحوا نحيوا لها الاعتماد. قالوا لها علاش تهضري الهضره هذه؟ اي بورتون فرونس 24 ما هضرتي الا الصح. المراه تعتبر حدث يعني مينور الوغ كو هي راهي ماجور. مراه في عمرها 70 سنه 60 سنه تحب تزوج يقول روحي جيبي ولي امرك. يا ناس عيب عليكم، جيب شهود ما هوش ولي امرها، هي ولي امرها راهي ماجور فاكسيني. يقول لك واش يقولوا لنا؟ يقول انتوما انتوما ضد الاسلام وانتوما يا ولدي خلي الاسلام ترونكيل، خلي الدين ترونكيل، ما تجيش تحكمني بالدين. الدين هذا راهو عباده، عباده بيني وبين مولايا. ما تجيش انت اليوم تطبق عليا انت يا الدين يا اخي، ما تطبقش عليا الدين ومانيش مسلم انا، تطبق عليا الدين. والمراه هذه ماهيش مسلمه، ما حبتش تقول بلي ماهيش مسلمه، طبق عليها انت الدين. شفتوا يا جماعه وين جهه الغلط؟ شفتوا؟ دونك لازم المسؤولين يتولوا لهالامور هذه ويديروا امور مدنيه نتاع كيف اسمه اللي نتاع الحياه. خلينا من الغدوه يوم القيامه كما نقولوا، غدوه كي يحبوا نروحوا يوم القيامه حنا وربي سبحانه عز وجل، هو كله هو اللي حاسبنا. حنا ما نحاسبوا حتى واحد في في, 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 في الدنيا هذه على جاله الدين. حنا نحاسبوه واش دار، واش كتب، واش مشى، واش دار. وي هذه نحاسبوا الانسان. مين حاسبوه قال انت ما صليتش، انت ما صمتش، انت ما نعطيوكش خطاش ربي قال كيما هكذا، انا نقول لك تكذب، ربي ما قالش كيما هكا. انت تحب انت اللي كيما قال واحد تحب بزنس بالدين وربي ما قالش كيما هكا. انت تقول ربي قال كيما هكا وانا نقول بلي ربي ما قالش، خطاش ربي ما يظلمش المراه. دونك نحبوا نوصلوا وين نحبوا نوصلوا؟ نحبوا نوصلوا ان تكون المراه كي الراجل عندها نفس الحقوق، وسوتو المراه. اليوم يرحم والديكم انسان يخرج مرته لبرا بها بولادها، اللي ما عندهاش وين تروح تبقى في الشارع، تبقى في الشارع وما كانش وين يديوها. باش نتفاهموا مليح، ما كانش. هذه هي اللي هنا قلنا للدوله لازمها دير لي زيبرجمون بوغ لي فام، سورتو لي فام ايزولي، لي فام باتو، لي فام عابريش واش يعيطوا لهم، لازم يديروا لهم مأوى. مراه يخرجها راجلها تهز التليفون تاعها وتعيط نورمالمون وين؟ ما تعيطش لابوليس، لا ما تعيطش لا جوندارموري، لا ماهيش خدمتهم، ما تعيطش للوالي ماهيش خدمته. المراه تهز تعيط ديريكتومون لاداس، ولاداس تجي لاسيستون سوسيال نورمالمون بالطوموبيل وتهزها وتديها تحطها في في مأوى بروفيزوار هي ولادها. يعني حتى على لاداس راهي كي تجي لازمها تخدم مع المحكمة، وكلهم بتنسيق مع بعضهم، كي المحكمة كي الشرطة كي الدار الوطني كلهم. قال فوالا عندنا أنكا سيدة هذه راهي خرجت من دارها من راجلها ما حبهاش، خرجها من حقه يخرجها، تخرج الساعة هذه. دونك يجي لاسيستون سوسيال وتديها في مأوى مؤمن باش حتى راجلها ما يقدرش يأذيها ولا يلحقها ولا منا، تحطها ثم دون لو طون حتى يشوفوا اذا راح تطلق هاو لازم يشوفوا لها دار واذا باش ترجع راجلها يشوف يسناو ترش كيف اسكو راح ترجع غير كيما قال واحد الاميابل بالعقل ولا تروح للعداله، والعداله هي اللي تحكم كيما يقول الانسان. هذه كامل ما كانش. المراه تلقى روحها في دارها، انا نقول لكم انا نعطيكم ان كاسره، امراه خرجها راجلها ما عندها باباها ما عندها امها ما عندها حتى واحد، قاعده قدام العداله وراكده قدام العداله، راكده قدام العداله ليل ونهار.
دونك وجاب ربي جات العداله بعد الكوميساريا وضربوا كانوا الناس نتاع الشارع يدوا لها مشاكل. حتى رحت انا لاستون سوسيال وعيطت لها قلت لها روحي روحي شوفي هذيك المراه هذيك مسكينه راهي قاعده عندها تقريبا 3 شهور ما تحب تهضر حتى مع واحد روحي شوفي تراه واش كاين. اي بيان كي رحت قلت لها انا حوزني راجلي وما عنديش وين نروح ما عندي لا بابا لا خويا لا ماما ما عندي حتى واحد راني قاعده لهنايا بعد العداله نحب العداله ما با دخلت العداله قاعده لبرا وخلاص. دونك داوها وين؟ داوها لوكيل الجمهوريه. وكيل الجمهوريه عيط الرجل قال له الاخر قال له ما رجعهاش هما يعرفوا القوانين قال له ما رجعهاش ما تبيش نطلقها ما رجعهاش. اي بيان هذا الوكيل الجمهوريه قالها قال له روح الله يسهل عليك. هي قالها شوفي احنا عندنا واحد المأوى نحطوك فيه هالمأوى هذا ماهوش لايق خلاص فيه فيه المهابيل فيه ماهوش لايق. قلت له انا ما نقعدش مع المهابيل هذو منا. قال لها شوفي تقعدي ثم لو كان خطره يجيو الشرطه ويلقاوك برا يجيبوك راني نلحقك في الحبس ندير لك باكابونداج نلحقك في الحبس. شفتوا كيفاه؟ دونك الامن خاتي وكيل الجمهوريه خاتي. علاش وكيل الجمهوريه؟ يقول لك انا تقعد لبرا راح دير مشاكل دونك لازمها تقعد في المأوى والمأوى اللي عندنا احنا هنا في هالبلاد هذه في الولايه هذه هذا هو ما كانش. دونك ما كانش لي زانفراستركتور. علاش حنا نضلوا نقولوا للمسؤولين نتاعنا ولهذو لي زيلو يا الناس يا لازمكم ديروا دي بروجي للمجتمع. انا كي تجي دير لي جامع انايا واش ندير بالجامع انا واش ندير به برك يرحم والديكم ايا واش ندير به؟ ها هو المكتب تاعي جامع نحب نصلي نصلي في المكتب تاعي ولا نهبط نروح للمسجد القريب ولا البعيد ولا نروح نصلي في كاين وخلاص وراح نديروا في كل كارتي نديروا جامع في كل كارتي ماشي كل كارتي في كل كارتي وكاين جامع دوكا راح نديروا في كل كارتي زوج جوامع ما تنجمش تهبط انت قال اخويا انا نحب نخرج من الدار تاعي ندخل الجامع يا ناس وعيب عليكم وحرام عليكم. علاش ما تقولوش دير اخويا مأوى للانسان اللي ما عندوش وين يروح سواء مراه ولا راجل علاش ماهوش مأوى خير؟ الاموال يروحوا فيه الناس كانوا على بالكم هذو الديار اللي عيطوهم ديار العجزاء هذو ولا منا حاطينهم باش تدخلوا بالمعرفه ما كانش البلايص بالمعرفه ولازمك دوسيي ولازمك ما نعرف واش ولازمك ما نعرف سي با نورمال سي با نورمال. النساء راكم سمعوا فيا لازمكم في كل خطره تجتمعوا وديروا جمعيات تلفوا اخرجوا ديروا جمعيات والجمعيات هذو انا نقول لكم الحق خيروا لي ريسبونسابل تاعكم باسكو حنا شفنا دي ريسبونسابل تاع النساء يمشيو فيهم كيما يحبوا هما. علاش؟ باسكو سمحوا لي بالكلمه هذه النساء هذو سقاط يحكمها المسؤول قال روحي قال عندي ولدي ما يخدمش يخدم لها ولدها ما عنديش سكنه يجيب لها السكنه باسكو هي المسؤوله تاع الجمعيه هذه يولي له حافي يجيبو ما عادش يتكلم. هاد النساء ما ديروهمش ما ديروش الرجال على الجمعيات اللي يستعملوكم كي يحبوا يخرجوكم من برا يخرجوكم وكي يشريهم المسؤول ها يلوحهم في الجيب يوليو يقول لكم لا ما عندكمش حق ما نخرجوش ما نديروش. دونك لازمكم تخيروا الناس اللي ما يشريوهمش الناس اللي ما تشراش. حنا نعرفوا نساء كانوا عندهم جمعيات كي يحبوا يخرجوا النساء يخرجوهم وكي يضل يشريها المسؤول لا ما عندكش حق ما نخرجوش لا لا رانا الجزائر راهي مستهدفه ويدخلوها لك روحوا روحوا روحوا. دونك يا نساء لازمكم تجريوا على ارواحكم وتهضروا وكما قال واحد باش المسؤولين يشوفوا ليكم. وهل نقول لكم حاجه وهالرجاله هذو اللي يطيشوا النساء تاعهم لبرا هذو النساء هذو الرجال حقاره انا نقول لكم هذو الرجال حقاره خاطرش انا على بالي واش علاه يخرجك؟ علاه يخرجك يا مدام؟ باسكو على باله بلي ما عندكش مماليك. لو كان جا على باله بلي هذه بنت العرش والله لا يتكلم معاها خاطش على باله بلي جاو يخرجوه من الدار نتاعو ها في الكالسو نتاعو سمحوا لي بالكلمه هذه تعرفوا شنو هو الكالسو في الشورت نتاعو حنا نقولوا هو الكالسو هو سي لو كالسون بالفرنسي وحنا الجزائريين نكسرنا خيرتكم حنا ما نهضروش العربيه الشيء اللي نهضروا فيه هذا الدارجه نتاعنا حنا مخلطه بكلش. دونك يجيو مالين المراه يخرجوه في الكالسو نتاعو هذو يخافوا منهم كي المراه عندها العرش ما
ما ينجمش يهضر معاها، ما يقدرش يتكلم معاها. يروح لمن؟ يروح للمراه مسكينه. وانا نعاود لكم على وحده مسكينه خرجت هي ولادها، يضرب فيها راجلها، خرجت هي ولادها وراحت عند باباها كبير، انسان كبير، انسان شايب مسكين، وامها عزوجه كبيره حتى هي، جاب راجلها ما لقاهاش في الدار. هذا الراجل، هذا الحقار، هذا الانسان اللي كما قال واحد، مانيش ما نجمش نمثله، حيوان كبير، حيوان. هذا السيد هذا يلحقها لدار باباها ويقولها واش خرجتي وانا ما كنتش، ايا قدامي. وجا باباها مسكين شايب تقعد يحاول فيه، يا وليدي يا وليدي خليها تنحي الغيظ نتاعها برك ودوك تجيك، دوك ترجع للدار تنحي الغيظ نتاعها برك. قالوا تخرج درك، تخرج درك. عيات فيها الام نتاع المراه، دزها قالها تخرج معايا درك ولا نقتلها هنا. وقالها باباها مسكين، باباها انسان كبير حتى يشوفها ما يشوفش، اخرجي معاه، روحي معاه، هذا ما كان رجعي لدارك وخلاص. واش يدير سي محمد؟ يكركرها تخرج قدامه مع ولادها صغار. لو كان نقول لكم واش دار، نقول لكم درك ما يديروهاش اليهود، ما يديروهاش اليهود. وعلاش نقول لكم انا بلي اليهود خير من هاد الناس هذو؟ والله يا اليهود لا يديروها. يحكم يتكيها، يذبحها، وما كفاش يطير لها عينيها بالموس هذاك بعد، ويروح يسلم روحه للامن قدام ولادها. دونك هاد الناس هذو شنو نقول لكم، نشبههم الحيوانات، حيوانات خير منهم، حاشا الحيوانات، حاشا الحيوان. هادو هما لي مونستر، تعرفوا شنو هما لي مونستر؟ الغوال. يا اخي بكري كانوا كيحبوا يقدونا والدينا، يقول لنا يا ربي يجيك الغول، الغول ما اكزيستو با، ما كانش. دونك هذا واحد غول في في جسد نتاع انسان. دونك الخطا اللي فات ثاني كيف كيف، مراه هربت، راحت من وهران، هربت لماليها الغردايه، يلحقها هذا الغول هذا يقتلها ويدفنها ويرجع لوهران. شغل ما كان والو، باش تشوفوا يعني كيفاش عصالي في النساء. هذه كل علاش؟ غياب القوانين، ما كانش قوانين رضعيه اللي تحافظ على المراه. انا نقول لكم حاجه، قولوا تراش لها الغوال هذو يروحوا يهضروا مع المراه عند اللي عيطوهم الكفار. روحوا تراش يهضروا عند المراه، عند اللي عندهم اللي في فرنسا ولا في بلجيك ولا في الامريكان ولا في كندا، يتكلم مع المراه ولا يضربها ولا يهز عليها يده. والله اني شطحوه، تعرفوا شنو يشطحوه؟ خي تعرفوا الشطيح هذاك؟ والله اني شطحوه كيما يحب هو، الموسيقى اللي يحبها هو يشطحوه. انا نقول لكم، مي حنا عندنا هنا ما كانش على باله بلي يحقرها يقتلها وفي الامان، يا روح يباصي وخلاص. يضربها يقول لها وانت يا علاش تبروفوكي انت يا، وانت يا كانوا خلاص حتى قاعدين في التليفون ما يروحوش خلاص. علاش؟ باسكو ما كانش قوانين. كيما يقول لك رئيس المحكمه يقول لها واش تحبي ندير لك، تحبي ندير لك الدار تاعي ولا يا اختي تحبي ترجعي راجلك صح، ما تحبيش تلقي تلقي الله يسهل عليك. ما كانش لا بريفونسيون. كي تجيهم مراه مضروبه نورمالمون المراه هذيك خلاص هما اللي يحميوها. علاش؟ المراه تجيهم مضروبه مضروبه ما يهضروش معاها ليش يحكم الحبس؟ الراجل يحكم الحبس اللي يطلقوها من بعد، يطلقوها بالحبس راح يقتلها وخلاص. المراه ماهيش لي با بروتيجي. دونك لازمكم يا نساء نتوما اللي تنفضوا الاخبار على رواحكم، النساء شفتوا القاريات، النساء الواصلات، لي زافوكات، لي ميديسان، الناس اللي قادرين تضغطوا على الدوله وتضغطوا على الناس هذو باش يعاودوا لكم كيف اسمه القوانين اذا تحبوا. اذا ما تحبوش وتتبعوا هذوك النساء تاع البرقع اللي تقول لك انا نحب راجلي يضربني، الله غالب، اقعدوا اقعدوا تعيشوا ديز اسكلاف ولا غالب، ما عندنا ما نديروا لكم، عيشوا ديز اسكلاف وخلاص. كيما قال واحد خطاشهم بزاف النساء دوكا هذوك هما بعد يقول لك نو، احنا الاسلام عطانا الحريه. واش هو الحريه؟ هو ان تلبس البرقع ها ولا واحد يشوفها وتاكل كي البهيمه وتخرج. هذا هي هذا هو واش عطاهم الحريه، الحريه باش تخرج وحدها ولا تروح تقضي ولا تروح نو، ما كاينش الحريه هذه. دونك الحريه هي ان تروح للكوزينه وتلبس البرقع بريزون سين بريزون وفي الدار اون بريزون وهي ماشيه. حنا لي لايك، حنا لي لايك واش نحبوا؟ نحبوا المراه تكون عندها 50% كيما عند الراجل، نقسموا 100% هذه نقسموها الحريه، هذه نقسموها 50 المراه و 50 الراجل، يكونوا متفقين كي المراه كي الراجل. وزيد حنا تكلمنا لهم وقلنا لهم يا جماعه سيرتو هذو كي تمدوا السكنه، كي تمدوا السكنه
لازم تمدوا مسيو اي مدام، لازم عقد العقد هذاك الايجار هذاك، مش عقد الايجار معك في عيطولو هذاك اللي تعطيو السكنه، لازم تكتبوا مسيو اي مدام باش غدوه هذيك الدار هذيك سورتو لوجمون سوسيال حتى يخرج المراه يروحوا للعداله، يروحوا للعداله. العداله هي اللي تحكم، اذا المراه عندها اولادها هي اللي تقعد في الدار، وهو يخرج يروح للاسيستون سوسيال تسكنوا في كاش بلاصه دو لاطونت حتى يعطيو السكنه وحده الله يسهل عليه. هذا ما كان، اذا الراجل راح هو اللي راح يدي الاولاد، اما المراه تروح يحطوها في كاش بلاصه باش من بعد يزيدوا يعطيو لها لوجمون، وهكذا لازمها تكون. ما لازمش المراه تقعد في الشارع، علاش؟ حنا قلنا لازم لاسيستون سوسيال هي اللي تدير كل شيء، هي والعداله. اليوم مراه خابت هي وراجلها وخرجت، يروحوا له يكونفوكيوه يعيطوا له، قال المراه تقعد في دارها تخش دون لاطونت انت يا ارواح يديو، حتى ما كانش ماوى نورمالمون البلديه ولا الدايره يحطوه دون زان اوتيل، والشرطه يقولوا له ما عندكش حق تروح للدار نتاعك حتى تروحوا للعداله. كي تروحوا للعداله وتتفاهموا الله يسهل، اذا ما تفهمتوش دوك انت تروح في حالك، هي تبقى في الدار، العقد الايجار يرجعوه لها غير باسمها هي، وانت يشوفوك كما يعطيولك ان اف 1 ولا اف 2 كي يكون سكنه، كي ما كانش قاعد يديروا لك وانا جهه قاعد وهذا مكان. هذه هي اللي لازم تدار باش الناس تكون كل واحد عنده حق. مليون الراجل يطيش المراه يخرجها، وكانوا اخرين داو سكنات نتاع السوسيال في كل بلاصه في كل ولايه، وما يحبوش يسكنوا فيهم نساهم، قال انا عطوني سكنه، انا سكنه ما عنديش صوار، انا نبيعها، انا نبيعها السكنه هذه. كان اللي يحب يدير مشروع نتاع يهاجر، كان اللي دار مشروع ما نعرفش يحب يدير مشروع باش يروح يدير بيتزا ولا يدير بيزيريا ولا يدير منا وكي تقول له المراه لا يبدا يهدد فيها، والله نقتلك، والله ندير لك. والدوله ساكته، وفي الدوله خاطئه، مسؤولين على الدوله ساكتين. الا غالب، هذا هو الواقع، الواقع هذا هو. كانوا حتى الناس اللي حقروهم وداو لهم حتى الذهوبات نتاعهم، باعوا لهم الذهوبات نتاعهم المسكينات، وبقاو هكذاك كيما قال واحد يهدد فيها يقول لها والله لو كنت تتكلمي نحيك، كيما قال واحد نحي لك اسمك من 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 لاميري، سيتادير نقتلك. هذه هي. وكي تروح تشكي قال هاويها هاويها هضر برك، هاويها هضر برك. لا يا اخي، لا يا اخي، لا، قوانين لازم تطبق. هذه عيطوا لها مناس دو مور ولا مناس دو مور، مادام السيد الى مناسي سي فيني، ما تجيش تقعد معاه، خلاص خلاص باش نتفاهموا. واش تسناو حتى ني كيما قال واحد يقضيها باش تدخلوا؟ هذه كامله المسؤولين، المسؤولين على الدوله هما اللي يديروا القوانين هذو، خاطرش الامن خاطي، الامن هم هنا باش ينفذوا، هذا مكان الامن ينفذ، هذا مكان. هذا هو واش حبيت نقول لكم، ان شاء الله نزيدوا نعاودوا نرجعوا على المواضيع هذو. واش هو نحب نمدي كونساي برك للنساء، ما تقولوش اليوم انا خاطيه، راه يجي النهار اللي انتيا تصبحي في مشكل كيما هكا وما تلقاش وين تروحي، خطراش كانوا نساء شفناهم لاباس عليهم وكذا ومنا وصراو لهم مشاكل ومن بعد تلقى روحها في السقاق. دونك لازمكم قوانين تتغير باش غدوه اي مرأة ما تقعدش في الشارع، مرأة تخرج للشارع تعيط ديريكتومون لاسيستون سوسيال مع المحكمه يحطوها في كانش بلاصه، حتى وما كانش عندهم دوكا وين يجي هذو لي زيبرجمون دورجونس ولا لي زيبرجمون بوغ لي فام ولا منا، الدوله عندها سوارت وحطها في الاوتيل. ماطوندون كيما قال واحد راهي على عينين الشرطه، الشرطه يعيطوا للسيد يقولوا روح لهنا، المراه هذه ما تجيش تروح لها خلاص، ومش تهضر معاها خلاص حتى تروح للعداله خلاص. كي نهار يحكموا في العداله نشوفوا. هذا هو اللي لازم يحميوا المراه، لازم المراه سوا بروتيجي. فوالا، الي نقول لكم اتوتالور ان شاء الله.